يعني بعض الناس بتتأثر بشكل كبير بسبب انه ما بيبقاش فيه اكل او شرب في خلال الصيام، وبعض الناس متعودة على التدخين فبيبقى طول الوقت كده اعصابهم مشدودة، خاصة الناس اللي بتنزل شغلها من بدري وترجع اخر النهار بتكون شوية كده اقل كلمة في البيت ممكن تعصبهم وتحصل من وراها خناقة، وده بيأثر طبعا على الأسرة ككل بشكل عام يعني وعلى الأطفال بصفة خاصة. بكل تأكيد، لكن ازاي بقى نحاول نقلل شوية الخناقات اللي بتحصل خصوصا بين الأزواج واللي ليها تأثير نفسيا مفيش شك طبعا على الأسرة؟ ازاي يكون فاهمين انه فترة الصيام دي يعني نكون اهدى شوية، نحاول نهدي الدنيا شوية، مش لازم نقعد يعني على كل صغيرة وكبيرة كده نقفش في بعض زي ما بيحصل. كل التفاصيل دلوقتي هتجاوبنا عليها الدكتورة سمر كشك استشاري الطب النفسي والصحة النفسية اللي منورانا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ليه بنتلكك لبعض في رمضان؟ هي لخبطة عادات ان انا متعوده بمشي في اليوم ال 11 شهر بشكل معين، فانا واخده على نظام نوم معين، لخبطه النوم، اختلاف الاطار بتاعي اليوم الطبيعي، خصوصا الناس اللي بتنزل الصبح بدري ساعات بيطبقوا وبيقوم كذا مره في الليل علشان يتسحر عشان يصلي الفجر وبعدين يقوم الصبح، فدي كلها حاجات بتاثر على الجهاز العصبي وتخلي الواحد ما عادش مش ماشي بنفس الطريق اللي كان ماشي بيه والدنيا معاه ظبط اموره على كده. خصوصا الاسبوع الاولين يعني الموضوع ما بيطولش قوي، اول اسبوع وبعد كده البني ادم بقى بيعمل ادابتيشن خلاص هو خد على اليوم وظبط اموره عن اليوم الايام الاولانيه. مشكلتنا الكبيره اننا مش فاهمين هو رمضان بيعمل ايه. هو رمضان ربنا سبحانه وتعالى عامله علشان تعمل عارف اما تقفل وتفتح ريستارت. انت المفروض رمضان معمول علشان نصفي كل الحاجات اللي حصلت في السنة كلها أنا بنقيها في الشهر ده. الناس بقى بتنقيها بأنها بتعمل الأكل أزيد وبتعمل اللود أزيد وتنظف الشقة قبل رمضان وفي أثناء رمضان وتنظيفة العيد يعني حالكين نفسنا ومش عارفين هو رمضان ليه أصلا. ده هو جاي لأن أنا أرتاح نفسيا مش أشد أعصابي. مغزى رمضان علشان احنا مش واخدينه صح ومش بنرتب امورنا من قبلها. انا داخل على رمضان بنيه ان انا ارتاح اهدى اعيد اللي هي العارفه ما تلخبطي الدنيا كده وتعملي ساعه الرمل تقلبيها وتنزل تهدى، ده رمضان بيعمل كده. بس لو خدناه صح احنا بناخده بشكل خاطئ، بناخده على اعصابنا، ما عملتيش القطايف السمبوسه او السمبوسك اللي عامله قلق، الرز عجن منك. لا اسمها سمبوسه بقى مش سمبوسه. انا بحب برضه سمبوسه. طيب دكتور انا اصلا يعني مش شايفه انه المفروض ان انا اتحجج، اصلا الصيام دي حاجه بيني وبين ربنا بعملها لربنا، مش المفروض ده ياثر على شغلي، مش المفروض ده ياثر في بيتي، يعني مش المفروض ان انا اتحجج. لكن خلينا نقول انه ماشي، ها الساعات ناس كتيره بتتاثر، فكره في ناس بتبقى عايز تصحى الصبح تاكل لازم تاكل، في ناس متعوده على التدخين يعني فده بيأثر عليها، لكن في المجمل انا مش شايفه ان المفروض نتحجج بفكره الصيام، المفروض بالعكس زي ما انت قلتي ربنا سبحانه وتعالى عامل الصيام عشان خاطر دي حاجه بيننا وبينه نعملها زياده لربنا، مش زياده على السفره، مش زياده في البيت، مش زياده في اي حاجه ثانيه. الضغط ده او الحاله النفسيه اللي احنا ممكن بيتهيأ لنا او بنهيئ لنفسنا ان احنا بنتعرض لها بتسبب ساعات مشاكل في البيت، ازاي انا كزوجه وازاي كزوج بيتفرجوا علينا دلوقتي يقدروا ان هم يفرملوا نفسهم لما يلاقوا شيطانهم كده اللي جواهم بيوسوس لهم انه انت ما اكلتش او انت ما دخنتش او انت تعبانه طول اليوم مع العيال والصيام والشغل قوموا اتخانقوا، ازاي افرمل نفسي من ده وما اتحججش بحجه الصيام؟ كل واحد يعمل المطلوب منه اصلا لرمضان، يعني هو رمضان معمول للعباده والصيام والصلاه وقراءه القران. المشكله ان الناس العامله بترجع كلها مشحونه من زحمه الشارع وصاحيه بدري وما نامتش كويس والدنيا يعني وكل ده بقى هي بقى تقعد بتشتكي بينها وبين نفسها الناس، يعني الراجل والست وكل الناس اللي نزلت الصبح بيفضل يشتكي بينه وبين انا واجهت النهارده مش عارفه ايه والمدير طلب مني ايه وكل ده وانا صايم كل ده وانا صايم. هو الصيام ده مش عبء، ده الصيام ده هو اللي هيريحك.
طب ما تعمل الحاجه المطلوبه منك، كنت في الطريق اقرا شويه قران، سبح، ريح شويه، غمض عينيك، يعني ما تحاولش ان انت تضغط على نفسك وتفكر نفسك ان انت صايم فده حاجه عبء عليك، بالعكس ده حاجه مريحاك، مريحاك من الاكل الزياده. الناس اللي عندها الضغط والسكر والحاجة، كل الحاجات دي بتنتظم مع الصيام، وانتوا كنتوا تفضلتوا وعملتوا حاجه عن الصيام المتقطع، ده الصيام الاكبر افضل، يعني معمول للصحه ومعمول للنفسيه ومعمول للاعصاب. نتجنب بعض قبل الفطار، ده بالنسبه للناس متعوده على القهوه ومتعوده على الاكل الصبح. نتجنب بعض، ان كل واحد يمسك مصحف يقرا، نعمل مسابقه مين اللي هيحفظ ايتين، نعمل مسابقات اللي هي ممكن انها تحفزنا اننا ندخل على العبادات صح. الراجل اللي بينام بلاش يفضل قاعد علشان يناكف في مراته، ادخل نام، ادخل اسر الشر وادخل نام. افضل شيء، انت متعود على النوم، رجعت من بلخص صليت العصر، ادخل نام، يعني لغايه قبل المغرب بشويه قوم سبح، قوم استغفر، قوم حضر السفره مع بعض. لسه بقولها يعني كل المشكله بقى اللي احنا بندور حواليها ان مفيش مهام للبيت، الست بتعمل كل حاجه، مفيش حد يحضر السفره، حد يغسل الاطباق، حد يعمل الخشاف، حد يعمل السمبوسه، حد مفيش الكلام ده. سمبوسك دي نقطه خلافيه، كله على الست. دي نقطه خلافيه ممكن يتخانقوا بسببها. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هل حضرتك شايفه ان ده تراكم لمشاكل سابقه؟ اصل صعب قوي ان مساله ان انا صايم فمتاثر شويه بقله الاكل او بالعادات اللي انا متعود عليها، فاجي اتخانق عشان المايه مش ساقعه، ولا اتخانق عشان السمبوسه ولا سمبوسك. لا، هو بيبقى يعني الناس المدخنه بتبقى صعبه اكتر، بيبقى عصبي اكتر، والناس اللي بتشرب قهوه ما بيبقاش فايق، ففي قله تركيز وقله نوم، لان النوم بقى ملخبط طول الليل، هم صاحيين او بيصحى علشان يتسحر، وبيصحى علشان يعني بيصحى كذا مره، فمفيش نوم مستقر، فما خدش كفايته من النوم، قايم مزاجه وحش، زي الاطفال بتوع الزنقه لما بتنامش، الكبير برضو كده ما خدش كفايته، ما نامش بشكل منتظم. فده اللي بيبرجل الدنيا. مشكلتنا بقى كمان اننا بنتلكك، يعني انا برجع عندي فضاء بقى، لا قاعد باكل ولا بشرب قهوه، عرازي في خلق الله بقى. ايوه قاعده اتسلى، فبلاش نتسلى على بعض، يعني نتسلى في نفسنا، اقعد سبح، اقعد علم ولادك حاجه، نام، ساعد الست الغلبانه اللي واقفه في المطبخ، استغفر ربنا فعلا من ذنوبك كده. يعني حاجه كفاره. طيب كارثه بقى ده، التسليه دي واللذاذه اللي بتحصل دي قدام الاطفال، يعني ساعات كتيره قوي احنا بنفتكر انه انا ايه، خناقه وهتعدي، هعلي صوتي، هقول كلام ما ينفعش اقوله، يحصل ده بقى قدام الاطفال، بيقع في نفسيتهم ويفضل موجود ويكمل معاهم سنين. نرجع تاني نتكلم بقى على تروما والحاجات دي كلها. هي في مشكلة للأطفال في حاجتين، أولا إن أنا هحط ذكرى سيئة لرمضان، إن رمضان بيبقى فيه بيت حريقة، فالطفل مش فاهم الظروف، وعارف إن إحنا بنيجي كل رمضان بيتخانقوا. والخناقات بتزيد قوي في رمضان وفي نهار رمضان، يعني رمضان هيتظلم مع الولاد. تاني نقطة إن الولاد ما بيبقوش فاهمين ليه الدنيا شعللت قوي كده، ما انتوا كنتوا كويسين وبتبقوا بعد الفطار هاديين، ايه اللي بيحصل؟ فخوفي ان هم يربطوا الكلام ده بالصيام ويربطوا الكلام ده برمضان. تاني حاجه ان الولاد لازم يبعدوا خالص عن شكل الخناقه. خالص. بلاش اي خناقه او تفاصيلها او حتى لو بسيطه، لو انا بشوف ناس بتتخانق على معلقه في الحوض، ما يعني الناس تفوت امتى شفتها؟ اغسلها. يعني بلاش قدام الولاد تقول الست خايبه وفاشله، وتخلي ام مهزوزه ومهزومه دايما وبتدافع عن نفسها قدام ولادها، فممكن ان انت تفوت شويه، يعني لقيت حاجه اعملها انت، يعني الدنيا البيت ده شركه، ورؤساء مجلس الاداره حتى لو كانوا 10 بيشتركوا في القرارات وبيشتركوا في المهام، ما ينفعش ان واحد بس اللي يبقى المسؤول عن كل حاجه، صعبه. طب هما لسه الاطفال ما بيبقوش فاهمين قوي اهميه الصيام، هل ده ممكن ياثر عليهم في خلوهم ما يصوموش بعد كده؟ ما هم انا لسه بقول ان هم هي الصيام ده هيبقى سبه، يعني هم قاعدين بيصوموا فاكرين ان الصيام يعني هو السبب،
فاحنا فهمناهم معلومه خاطئه، فنفهمهم ان الصيام مش ده اللي عامل فينا كده، احنا بس عشان ما نمناش شويه، ما اكلتش على السحور كويس، قمت من بدري قوي، طبقت اليوم تاني فمشدوده، فبفهمه ان الصيام مش هو السبب. انا اللي حصل لي ده بسبب ان انا اللي خطا فيا انا، وبسبب عاداتي الخاطئه. على كل حال الصيام ده يعني حاجه بين العبد وربه، انت بقى صيامك هتمنع اكل وشرب وانك تراضي في خلق الله زي ما بنقول، وانك تشتكي. المفروض الصيام ده عباده، انت بتقعد بينك وبين نفسك تشكر ربنا وتسبح وتصلي ونقرا القران ونتدبر في القران. ده الهدف من الصيام، يعني مش ان احنا نقعد نفتكر انا ما اكلتش وما شربتش سجاير والحاجات دي كلها. ثلج مش ساقع، المعلقه في الحوض فعلا. فبنشكرك يا دكتور، يعني دكتورة سمر كشك استشاري الطب النفسي والصحة النفسية، كل الشكر على وجود حضرتك معانا النهاردة. شكرا جزيلا يا فندم. الله يكرمك.